دمار غاد اكثر. هناك مدنيين الآن موجودين في داخل المدينة وهم مؤمنين وتحت رعاية قوات درع الفرات. يقوم درع الفرات بتأمين مستلزمات المدنيين من إغاثة من أدوية، وهناك أيضا مدنيين يقومون بالعودة إلى المدينة، ولكن الآن تم وقفنا وفود المدنيين قدوما إلى مدينة الباب بسبب موضوع الألغام، والآن نقوم بتفكيك الألغام بشكل كامل بجميع أنحاء مدينة الباب وشوارع مدينة الباب وما حول مدينة الباب. أيضا هناك طريق قديران، مزارع قديران، مزارع الأزرق وما حولها، يقوم كتائب الهندسي بتفكيك الألغام بشكل كامل، وبإذن الله ما هي إلا أيام قليلة وتعود كامل أهالي مدينة الباب إلى مدينتهم. Gracias.